السلام عليكم. في هذا الفيديو تشاهدون تجربتي مع مجموعة من مزيلات الروائح. السلام عليكم يا أحلى زهرات. في هذا الفيديو راح أعطيكم رأيي في مجموعة من مزيلات الروائح للجسد كانت متوفرة عندي في الفترة الأخيرة. إن شاء الله تستفادوا من الفيديو، خاصة أنه في الفترة القادمة راح تزداد حرارة الجو، ربما راح تحتاجوا مثل هذه المنتجات. أول شيء أحب أن نقوله، لاحظوا كل هذه العبوات كلها لا تحتوي على مغلاق أو سدادة. ربما عندي مشكل نفسي معاهم. نعود إلى موضوعنا، نبدأ بأول مزيل رائحة من بيتي مخسيي. أنا في هذه الماركة اخترت رائحة الفانيليا، أحب هذه النوعية من الروائح. إذا كنتم من محبيها أنصحكم بشرائها في هذه الماركة، لأنها تدوم طويلا ولا تحتوي على أملاح الألومنيوم، وأيضا الرائحة فيها تحسونها حقيقية وغير مختلطة برائحة الكحول. أحس أن هذه الرائحة ثقيلة نوعا ما على فصل الصيف بعض الشيء، لكنها رائعة. ثمنها 350 دينار جزائري، أنا اشتريتها أقل قليلا من هذا المبلغ. مزيل الرائحة الثاني من فينوس، وهذه الماركة جزائرية. هذه النوعية هي مزيل رائحة وعطر في نفس الوقت، أي ديودورون بارفان. هذه الرائحة جولد، والجولد هي رائحة قوية، يعني تنفع ويفضل استعمالها في فصل الشتاء، لكنها رائعة جدا وتدوم طويلا، لا تحتوي على أملاح الألومنيوم ولا البارابان. مزيل الرائحة من ليدي سبيد ستيك. عندي منه نوعين من الرائحة، نبدأ بهذه اللي مكتوب فيها ثرويتي سبلاش. هذه النوعية هي مزيل رائحة ومزيل العرق في نفس الوقت، لا تحتوي على كحول، رائحتها خفيفة جدا وجميلة وكأنها تحتوي على فواكه، تلائم فصل الربيع والصيف، ومبلغها رخيص جدا على ما أظن كان 150 دينار جزائري، لكنها تترك رغوة عند استعمالها. لا أنصحكم باستعمالها إذا كنتم من الذين لا يحبون مزيلات الرائحة التي تحتوي على رغوة، ولا أنصحكم باستعمالها على الملابس لأنها تترك آثار. أما الرائحة الثانية التي مكتوب فيها السلك، يعني الحرير، ومكتوب أيضا أنها تحتوي على الألوي فيغا، فرائحتها حامضية وكأنها ليمون مخفف، وهي خفيفة أيضا وتصلح لفصل الربيع والصيف، لكن التي تحتوي على رائحة الفواكه أعجبتني أكثر. وهذه النوعية من مزيلات الروائح لم أحس أنها تدوم طويلا، مع أنهم كاتبين تدوم لمدة 24 ساعة. خامسا مزيل رائحة من لوف. الصراحة هذه الرائحة معروفة برائحتها الرائعة، الصراحة أحبها وأحسها أنها تدوم طويلا وتلائم كل الفصول، لكن نوعية الرائحة لم أعرف ما هي، لكنها لطيفة وحذبة ورخيصة الثمن، أنصحكم باقتنائها. سادسا وأخيرا مزيل رائحة من بيير كاردا، اسمها فيرتيج. هي عطر ومزيلة رائحة في نفس الوقت، رائحتها خفيفة حلوة وحامضية في نفس الوقت، تدوم لفترة معتبرة، تلائم فصل الصيف والربيع، ثمنها متوسط لا يتجاوز 400 دينار جزائري، لا تترك أثر على الملابس، أنصحكم باقتنائها. إذن كانت هذه كل مزيلات الرائحة التي أملكها حاليا، وهذا هو رأيي فيها. أرجو أن تكونوا قد استفدتم من هذا الفيديو وأن يكون قد أعجبكم. لا تنسوا أن تضغطوا على زر الاشتراك إذا لم تكونوا مشتركين، وتضغطوا على لايك لأقدم أكثر وأكثر. مع السلامة.